والبداية من الوطن وعنوان: الرئيس السيسي يوجه بتشكيل منظومة متكاملة لتطوير النطاق العمراني للقاهرة التاريخية. وده نفس العنوان برضو اللي أفردته الدستور. الرئيس السيسي يوجه بالحفاظ على الطابع التاريخي المميز للقاهرة التاريخية. حضرتك شايفة إزاي اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية تطوير القاهرة التاريخية؟ يعني أنا شايفة إن اهتمام الرئيس بالقاهرة التاريخية هو اهتمام بمصر نفسها، بتاريخها، بسمعتها، تراثها، بالظبط كده. لانه كام حد انت لو انت بره مثلا يقول لك ايه، انا عايز ازور السيده زينب، انا عايز ازور الحسين، انا عايز ازور القلعه، انا عايز ازور، يعني مزارات تاريخيه وتراثيه لبره. فكان في اهمال، ومش بس اهمال الحقيقه. يعني انا كنت دايما اقول اللي يشوف المباني العشوائيه اللي اتعملت في اماكن محترمه وخساره يعني تعمل فيها، لما يجي يبص كده يقول ازاي دول احفاد دول اللي بنوا الاهرام، احفاد الفراعنه. فالرئيس السيسي انا زي ما قلت لك قبل كده بيرجع مصر لمكانها ولمكانتها فعلا، اللي هي الحاجات الحلوه اللي فيها. ده الحاجات اللي عندنا يعني لو كلها تنال الاهتمام ده، وان شاء الله ربنا يوفقه في كل اللي هو بيطمح فيه بالنسبه لبلدنا ولوطننا، ده معناه ان احنا هيبقى عندنا دخل سياحي من السياحة ملوش حل. يعني هيبقى كتير جدا. وبعدين كمان هنبقى على صلة بالعالم كله، والعالم كله على صلة بينا. لكن لما يجي حد مثلا يلاقي زي تكدس السيارات في المناطق التاريخية دي، والأرصفة اللي بيقعدوا عليها يحطوا عليها يفرشوا عليها، مفيش. يعني أنا نفسي أرجع تاني أحس إن في دولة بالمعنى اللي احنا كنا حاسينه في الستينات. يعني ممنوع واحد يكسر إشارة حمراء، ممنوع واحد يمشي مثلا. النهاردة كل عربيات النقل بتمشي على الشمال، طيب وهي المفروض تمشي على اليمين. لا، ما احنا عايزين نقول ده عشان الناس أكيد. يعني كمان ما تسيبهمش أكيد. وتفهم قد ايه الرئيس بيرجع مصر تاني، لانه لو كنا لا قدر الله. وده واقع ملموس يا استاذه فريده. في نفس السياق هنروح لليوم السابع وبنقرا عنوان: توجيهات رئاسيه بتشكيل منظومه متكامله لتطوير القاهره التاريخيه. حضرتك شايفه ازاي اهميه بناء منظومه للعمل بتضمن الاستدامه؟ حضرتك شايفه ازاي حرص الرئيس على ذلك؟ ما هو ده لسه بنقول لازم متابعه. هو الرئيس ده اجمل حاجه فيه انه بيتابع. يعني مش بيقول احنا عايزين نعمل كذا ويروح يروح ينام، ما بينامش. يعني احنا كل يوم بنصحى على عنوان مبهر وجميل ويحض على التفاؤل. يعني كل ده، يعني لما يجي النهارده القاهره التاريخيه دي من امجادنا القاهره التاريخية. انا ما كنت بمشي فيها زمان قبل العشوائيات وقبل التأكيد، يعني مش قادره اقول لك المتعه اللي كنت فيها. وبترجع تاني اهي. ان شاء الله هترجع تاني وعلى احسن كمان. اكيد. استاذه فريده، هنروح للحوار الوطني ولسه مع اليوم السابع وعنوان: الرئيس السيسي ينتصر للحوار الوطني. حضرتك شايفه ازاي اهميه التوصيات الاولى اللي رفعها الحوار الوطني من وجهه نظر حضرتك؟ الايه؟ التوصيات اللي رفعها الحوار الوطني. شوفي اقول لك على حاجه. التوصيات اللي عملها الحوار الوطني الحاليه دي هي نتيجة الحوار الوطني طبعا، لأن الحوار الوطني هو اللي قال مثلا يعني أنه تتساب الديون اللي على القديمة، أنه يبقى فيه مفيش يعني إيه تعقيد للبيع الملكية، ملكية الناس. يعني في حاجات كتير بتتصلح. احنا هنتكلم عن ده. هنتكلم عن ده يا استاذه فريده. برضو في الدستور برضو بنقرا: الحوار الوطني يكشف توصيات المرفوع على الرئيس اسقاط ديون المزارعين، فك الحظر على تراخيص البناء، واعفاء تلاميذ من المصروفات. حضرتك شايفه ده ازاي؟ لا، شايفه ده هو ده المطلب المصري. هو ده اللي الحوار الوطني وضعه على الساحه كاولويه في خطوات الاصلاح، يعني واعاده مصر لمكانها. مصر مش كده يعني. ما هو الناس اللي مش قادر يدفع مثلا، مش قادر يدفع، شوف ظروفه ايه. لكن يعني نسهل الدنيا اكتر. نعم، نسهل الدنيا اكتر طبعا. يعني طبعا، لانه انت لما تسهلي على حد مثلا، ما هو هيديكي طبعا. هو ده الـ الـ الامل المرجو. واحنا قلنا الحوار، احنا طول عمرنا هنا في القناه بنشيد بالحوار الوطني وباهميته وبايجابياته علينا. لانه احنا انا وانت النهارده قاعدين مثلا شايفين حاجه غلط هنا وماشيين خلاص. لكن لما نقعد نتكلم مع المسؤول
ونلاقي حلول. الرئيس لما اول ما قالوا له على الحاجات دي قال خلاص انا هاخدها وبشكركم عليها بالزبط. لانه طبعا احنا 100 مليون وشويه، فلازم كل واحد فينا يشوف الـ الحاجات اللي محتاجه تتصلح ويقولها للرئيس. يعني هو كويس ان هو يعني كل حاجه حاسس بيها، كل حاجه يعني الناس دول المزارعين اللي عليهم ديون، اللي مش عارف التلاميذ، يعني كل الحاجات دي هو عارفها ومنتظر ان احنا لما نقول له كحوار وطني، يعني قصدي يقولوا له مثلا نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، قال انا مستعد اوديها للجهات المسؤوله عنها واللي في ايدي انا اعمله على طول. اكيد ده في ايه ده يعني مش عايز اقول كبير وبالغ الحقيقه.